ورحمة الله وبركاته. أنا محمد أبو عرب، وإحنا النهاردة مع بنك المعرفة لجريد فور مادة الكونكت، والنهاردة بيج 2 في الإكزام ده. نمبر 20 بيقول لي الكاملز هاف لارج فلات so they can walk on the sand. طبعا في شوية حاجات كده لازم تبص عليها في الجملة دي. حاجة أنا بقدر أمشي عليها أو ممشي بيها على الرملة، وحاجة بتكون مسطحة وضخمة. المواصفات دي كلها يا شباب هتتجمع في كلمة فيت أقدام، وخلي بالك إن في فرق شاسع ما بين الفيت والليجز. الليجز أنت ما بتمشيش بيها، لكن أنت ممكن تشوط بيها عادي، لكن اللي بتمشي بيه هي الفيت. نمبر 21 بيقول لي tomatoes have inside. لازم تبقى عارف إن inside معناها بالداخل، لأن أنت لو مش عارفها هتبقى الأسئلة بالنسبة ليك أو الاختيارات بالنسبة ليك صعبة. لو أنت عارف إن كلمة inside معناها بالداخل، أنت مش هتتردد تاخد سيدس البذور هي اللي بتبقى جوه الطماطم، لأن ليفز أوراق الشجر مش هتكون جوه الطماطم، ولا الفلاورز الزهور هتكون جوه الطماطم. أما نمبر 21 فهو هنا بيقول لي الإلفانتس آر ذان دوكس. وزي ما علمتك زمان اللي كلمة ذان لما تشوفها بتاخد معاها لا إما صفة آخرها إي آر أو كلمة فيها مور أو كلمة فيها لس، فطبعا اللي هنا فيها بيجر. نمبر 23 بيقول لي grow vegetables for us to eat. يا ترى مين من التلاتة دول بيزرع لنا الخضروات عشان ناكلها؟ طبعا مش الانجينيرز المهندسين ولا الدكتورز الاطباء، لان الفارمرز هم اللي بيعملوا لنا المهمه الجميله دي. نمبر 24 بيقول لي we breathe air through our. لو انت عارف ان كلمه breathe معناها يتنفس وان air معناها هواء، فانت اكيد هتختار nose، علشان nose معناها انف. اما نمبر 25 فانا بقول we have in the morning، واللي له علاقة بالصباح في التلاتة دول أكيد مش اللانش الغدا ولا الدينر العشاء، لأن هو البريكفاست الفطار. نمبر 26 بيقول لي we should food well. يجب إن إحنا نعمل إيه في الطعام بطريقة جيدة؟ يا ترى درينك بشربه ولا بريث بتنفسه ولا تشو بمضغه؟ والأنسب عندي في الحل هي تشو بمضغ الطعام. With our respiratory system too. طبعا كلنا عارفين ان respiratory system الجهاز التنفسي، وده انا ما بعملش بيه الدجست الهضم ولا الاسمين للشم، لكن انا بعمل بيه البريث التنفس. نمبر 28 بيقول لي snakes are، وطبعا التعابين هي مش بيردس ولا دين ولا بلانتس، لكن هي dangerous خطيرة. اما 29 فبيقول لي how is the horse. It's about 459 كيلوغرام. طبعا الكيلوغرام بيوزن بيه الوزن، عشان كده انا بسأل عن الوزن بهاو هيفي، كم الوزن، مش هاو لونج كم الطول، ولا هاو هابي، مفيش حاجة اسمها هاو هابي. اما نمبر 30 فبيقول لي what is the animal in the world. احنا قلنا يا شباب ان ذا بتحب معاها لا اما adjective اخرها اي اس تي، لإما adjective قبلها most أو least. فهنا عندي biggest هي اللي فيها المواصفات دي، اللي هي آخرها est. أما number 31 فبيقولي we breathe through our. أكيد أنت بتتنفس خلال عينيك، لأ، ولا خلال معدتك، لأ، لكن أكيد خلال النوز بتاعتك. number 32 بيقولي we use the of camels to make clothes. يا ترى إيه اللي في الجمل بيستخدمه أو بنستعمله علشان نعمل الملابس؟ أكيد مش هنعمل الملابس من اللحمة ولا من اللبن، لكن احنا نعملها من الفرو. أما نمبر 33 فبيقول لي الكاملز هاف لارج فلات. الكاملز عندها إيه؟ ضخم ومسطح. احنا قلنا من شوية إن هي الفيت الأقدام. أما number 34 فبيقولي we use our system to digest the food we eat. إحنا بنستخدم إيه من التلاتة دول عشان نهضم الطعام؟
وطبعا اللي ليه اصلا علاقة او شكل قريب من الدايجست تحت هو الدايجستيف. دايجست هضم، انا هجيب منه الدايجستيف سيستم، الجهاز الهضمي. نمبر 635، a camel is then a horse. لسه قايلينها من شوية ان then بتحب صفة اخرها ار او صفة قبلها مور او less. ما تنساش ان مور معناها اكثر وless معناها اقل، اللي ليها المواصفات دي هي heavier. نمبر 36 بيقول لي have large beautiful eyes. يا ترى مين اللي عنده عيون جميلة؟ الفلاورز اكيد ما عندهاش لان معناها زهور، والبلانتس النباتات برضو ما عندهاش عيون. الحاجة الوحيدة اللي هنا في الاختيارات عندها عيون هي الهورسز، الحصانة. نمبر 37 بيقول لي have seats inside. السؤال ده اتغير بطريقة أو اتكرر بطريقة مملة جدا واحنا لسه حلينه، فطبعا على طول هستخدم التوميتوز. نمبر 39 بيقول لي the fennec fox lives in the، أكيد طبعا في الديزرت، في الصحراء، مش هيعيش لا في السماء ولا في المية، في البحر. نمبر 39 بيقول لي how is the camel، it's about 1.9 meter tall. طبعا هنا الطول يا شباب انا هسأل عليه بهاو طول. اما نمبر 40 فبيقول لي a cat is small horse is big. لو هو جاب لك جملتين متناقضتين انت ما بتستخدمش and، بتستخدم but، وهو الراجل الحمد لله مش جايب and اصلا عشان يلخبطك. طب هو احنا ليه مش هينفع نستخدم so؟ حبيبي so دي بيجي بعدها نتيجة وبتيجي بعدها جملة كاملة، فطبعا سو مش هينفع اقول لذلك. حتى انت لو ركبتها مش هينفع معنى الجمرة عربي، مش هينفع اقول ان القطة تكون صغيرة ولذلك الحصان يكون كبير. Thank you everybody، شكرا جزيلا، واشوفكم في بيج جديدة من بنك المعرفة.